زكي حسنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً لازم نتكلم عن كورونا. تطعيم كورونا. بالرغم من مرور أكثر من سنة ونص على كورونا اللي قتلت تقريباً 3 مليون إنسان في العالم، وبالرغم من اعتماد منظمة الصحة العالمية لعدة لقاحات ابتكرتها أفضل الشركات العالمية وأفضل علماء العالم، إلا أنه للأسف لا يزال بعض الناس بيشكوا وينقلوا إشاعات ما لها أي مصدر، ولسه متردد في أنه يأخذ التطعيم ما يأخذ التطعيم ويخاف من الأعراض الجانبية اللي أكيد مو مثل أعراض المرض الخطيرة لا سمح الله لو جاله. نصيحتي لكم، ألحقوا الطعموا الآن داموا متوفر مجاناً للجميع، الله يخلينا حكومتنا الرشيدة. وفي دول شعبها مستعد يدفع بس مو متوفر لهم إلا حسب الأولوية. فسيبوا التشاؤم واعطوا الثقة لوزارة الصحة، وترى ملايين البشر تطعموا وعاشوا بأمان عشان بكرة ترجع الحياة لطبيعتها من جديد. وهذه كانت كلمتين من أخوكم زكي حسن. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين.